القانون الداخلي ديالنا ديال الحزب وحنا نحترموا. الا ما احترمناش بعدا القانون الداخلي ديالنا كيفاش غنحترموا الباقي؟ اما بالنسبه للعمل ديال المنتخبين ديالنا فهي فاليات ديال التتبع راه هي تدارت وتتواكب العمل ديالها مع المنتخبين ديالنا باش يمكننا نوفيو بالالتزامات ديالنا اللي كاينين مع اللي التزمنا مع المواطنين، وراه شويه ديال الصبر باش نقدروا نوصلوا للاهداف اللي رسمناها رغم الاكراهات اللي كاينه.